محلات تصنيع وبيع اللبن والمعروفة محليا بذا بوبريك، محلات يشكو العاملون الموريتانيين فيها من مزاحمة العمالة الأجنبية، مؤكدين أنها تشكل العائق الأول أمامهم، كما أن ممارسة الأجانب لهذا النوع من العمل يشكل أضرارا جسيمة بالنسبة لهم حسب ما يقولون. تكلموا هنا تي على حبار دوبات منهم الصينيين والسوريين مضرين منهم عادلين ياسر من المزاحمة اللي ما لابد منها في الأسعار وفي الروايات كاملة، وطالبين من الدولة تعرف لهم شيء تحد من نظام من كثرتهم كان نقدر نستفادوا معهم. لم تنتهي مشاكل العمالة الأجنبية ومزاحمتهم العمالة الموريتانيين بعد، فالمهندسون الأجانب العاملون في مجال إصلاح الماكينات التي يتم بها تصنيع اللبن أضحى ويؤرقون المهندسين الموريتانيين، ما جعلهم يناشدون الحكومة بإيجاد حل سريع للعمالة الأجنبية والحد منها. الماليين عادي يعرفون ايش من المكان يشتغلوا فيه ومنظورهم يحلون موريتانيا المشاكل ومكان قد نحن نستفادوا منهم. سمعت ولا ما حلوهم نحن ما مستفادين، مستفادين المكان عايشين منهم نعدلوا فيهم حوايجنا كاملين. سمعت وهاي الماليين مضايقين فيهم قطعا بشكل مو معقول. في انتظار أن تتقلص العمالة الأجنبية مع العمالة الموريتانية وينطلق الكل إلى سبيله ويعود، من حيث أتى تبقى المطالبة لدى الموريتانيين المرجع الوحيد والأهم بالنسبة لهم. عبد القادر النيار، الوطنية.